عفوا قطع الاتصال، انا عندي زملاء، انا رجعت مره ثانيه شبكه. هل الصوره واضحه عندكم مشاركه الحاله؟ يا حاكم المشاركة واضحة. طيب يا زملاء، الصوت واضح بالنسبة لكم الآن؟ أوضح إن شاء الله. هل الصوت واضح زملاء؟ كله واضح حكيم، الصورة طيب والصوت. طيب شكرا جزيلا. أنا راح أنزل شوي شوي بالسلايد، مثلا لو زلنا هيك شوي لتحت واضح كمان عليكم، مثلا هيك النزلة واضح عليكم. الكيس 2 واضح عليكم، child with noisy breathing. ايوه طيب انا بس انه اذا قرات مثلا فقره ما واضحه قولوا لي مشان نشوف موضوع المشاركه يعني. اوكي يا زملاء. طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بالزملاء جميعا. طبعا اليوم راح يكون موضوع الحالات السريريه، هي عباره عن حالات سريريه من الواقع، هي بتشوفوها انتم بقسم الامرجنسي ديبارتمنت الاي دي، وبدكم تتعاملوا معها كاطباء اطفال بشكل جنتلي وبشكل لطيف. هلا هذا الكتاب هو عباره عن كتاب 100 حالة سريرية في طب الأطفال، مجموعة من حضراتكم السنة السادسة عم بترجموا هذا الكتاب، وصلوا ل يعني مستوى كتير كويس بترجمته، وراح يتسلم بعد فترة قريبة إن شاء الله، وراح نعمل عليه تدقيق علمي وننشره باسمكم جميعا اللي شاركتوا فيه إن شاء الله. هلا زملاء، هذا الكتاب مقسم للعديد من الأقسام chapters وسيشنز، وفيه مجموعة من الحالات السرية الحلوة الشائعة. لازم نحن نحاول نخلص هذا الكتاب قدر استطاعتنا. طبعا المطلوب منكم هو العربي، القسم العربي منه، لكن رح نحكي شويه انجليزي مشان نكون شوي familiar with some يعني items and idioms الطبيه اللي ممكن تشوفوا اذا قراتوا يعني مرجع انجلش. طيب هذا رح نبلش احنا بالريسبيراتوري، هو اول بحث. الحاله الاولى هي في عندنا طفل عنده يعني نفس غير مريح، تنفس مزعج، تنفس ضجيجي، عم بيطلع صوت خره، يعني بين قوسين صدره عم خرخر، عجب انفه عم خرخر، عجب من انفه، عجب من حنجرته، عجب من تمه، عجب من الرغامه، عجب من القصبات القصيبات، عجب وذمه رئه، عجب ذات رئه، ما بنعرف، بدنا نشوف القصه يعني. History: Muhammad is a 3-month old boy brought to a pediatric rapid referral clinic because of persistent noisy breathing. He was born in the UK at term. يعني محمد 3 شهور اجى على قسم العيادات الحالة السريعة لأن الولد عنده تنفس يعني ضجيجي مزعج، صوت نفس ما مريح مستمر، هو انولد بالمملكة المتحدة. هو اجى على تمام الحمل، يعني أتم 37 أسبوع حملي. After an eventful pregnancy and is the fifth child of non-consanguineous Somalian parents. ولادة طبيعية كويسة، حمل كويس، ما كان في عنده مشكلة. أبين صوماليين ما بيقروا بعضهم. His birth weight was 3.7 kilogram at 75th centile. يعني 3.5 كيلوات على 75%. Since he was a few weeks old, he has had noisy breathing, which has not affected his feeding. لما كان عمره بضعة أسابيع كان في عنده نفس مزعج، بس هذا الشيء كان ما عم بيعمل له أي مشكلة برضاعة. And his parents were repeatedly reassured that it would get better. يعني دائما كانوا يروحوا على الدكاترة ويقولوا له هذا الولد كويس، اطمنوا الشور وراح يصير أحسن. He has continued to have intermittent noisy breathing, especially when agitated. هذا الولد كان في عنده حالة شبه مستمرة من النفس المتقطع المزعج أو الضجيجي أو صوت المامنيح ما مريح للأهل، خاصة لما يكون الولد متهيج. And sometimes during sleep، أحيانا لما يكون نايم. Over the past few days his breathing has been noisier than usual. لكن خلال يعني فترة أيام القليلة الماضية صار نفسه مزعج أكثر من العادة. Otherwise he has been well without any fevers. All of his siblings have recently had coughs and colds. ما عدا هالشيء هذا الولد كان unremarkable، ما عنده أي مشكلة، ما كان عنده حرارة، بس خوته كان في عنده شوية سعلة وبردي، يعني
يعني simple flu يعني رشح بسيط، سعلة ورشح بس أخوته. بالفحص examination Muhammad is active and smiles responsively. His oxygen saturation are 95% in a room and his temperature is also 36.9 Celsius. He is choresal and has intermittent stridor. محمد كان نشيط وعم يبتسم بشكل عفوي. الإشباع بالأكسجين أكسجته بالباس أكسيمتر بهواء الغرفة كانت 95%. تمبريتشر كان 96.9 يعني ما في حرارة، و95% يعتبر مقبول، لكن تحت 94% يعتبر إيش؟ هايبوكسيميا. هو الولد عنده زكام وعنده صرير متقطع. الصرير هو عبارة عن صوت شهيقي مزعج خشن يحدث على الطفل أثناء الشهيق. He's a small strawberry hemangioma on his forehead. في عنده شوية ورم وعائي هيمنجوما مثل ورم مثل حبة التوت على الجبهة. His respiratory rate is 45 breaths per minute. يعني 45 مرة بالدقيقة. عمره 3 شهور. فنحن قلنا من الولادة حتى الشهرين مزبوط. شو قلنا من الولادة حتى الشهر؟ أو حتى الشهرين أنها للستين، والستين يعتبر متسرع صح؟ بعدين من شهر الشهرين أو من شهر ثلاثة شهور ممكن 45 يعتبر ضمن الطبيعي للخمسين من قبل. And he has subcostal recession and mild trickle tug. يعني عنده شوية سحب تحت الأضلاع وشوي أنه الرغامة تبعيته عم تندخل شوي أو فيه صوت رغامي يعني. Air entry is symmetrical in his chest. دخول الهواء متناظر في الصدر. With no crackles or wheeze. ما في عنده خراخر. خشنة هو مقصود فيها. ولا وزيز. Cardiovascular examination is unremarkable. يعني فحص الجهاز القلبي الوعائي طبيعي. لا يوجد أي علامات مرضية. His weight is 6.7 kilogram. 75th percentile. يعني على 75 يعني طوله كويس ووزنه كويس، ما عنده فشل نمو، ما عنده مشاكل قلبية، ما عنده حرارة، عنده شوية زكام، و95% أكسجته. الأسئلة: What's the most likely cause of his stridor؟ شو أشياء سبب أنه الولد عم بصير عنده صرير؟ What other important diagnoses need to be considered؟ How can the diagnosis be confirmed؟ هلأ السؤال هو موجه للزملاء بالسنة السادسة، يتفضلوا مشكورين يعطونا اقتراحات لهاي الأسئلة. حكينا للمعروف أشياء الأسباب اللي بتكون للصرير الشهيقي بهيك أعمار هي العنش الحنجري أو تليين حنجرة يعني. هلا هم ممكن أشياء سبب يكون تليين الحنجرة، العنش ممكن تكون الحالة حادة أكثر يعني. طيب شكرا، شو المقصود بالعنش؟ هو عبارة عن بقاء غشاء بين الحبلين الصوتيين وله تقريبا يمكن 4 درجات. نعم. ممكن خلي يوضح لنا اكثر شو هو العنش الحنجري؟ حكيم مثل ما قالت زميلي انه هو بقاء غشاء على الاتصال الامامي للحبلين الصوتيين يعني، وحسب يعني انه حسب حجمه ودرجة الانسداد اللي بيسببه يعني. نعم، شو ترجمته بالانجليش العنش؟ لارينجل ويب. قصد تكون يعني الحلقة الوعائية، الحلقة الحنجرية. لا بيختلفوا عن بعض يعني، العنش غير. طيب ممتاز. طيب الحالة تمشي أكثر مع تلين الحنجرة. طيب في عنا هون بالحالة مثل ما شايفين عنا هيمنجيوما صح؟ مزبوط؟ عنا ورم وعائي على جبهة الولد. هل ممكن يكون في عنا مثلا كمان هيمنجيوما على الحنجرة؟ الولد من أول ما ولد أو بعد فترة قصيرة صار في عنده إيش؟
يعني هو تلين الحنجرة بمشي أكثر، بس وجود هذا الشيء ممكن يشككنا بإيش؟ بوجود منجوم على الحنجرة مثلا. طيب What other important diagnoses need to be considered؟ مثل ما قلتوا حضرتكم العنش الحنجري والحلقة الوعائية. الحلقة الوعائية ممكن تكون هي عبارة عن حلقة وعائية بتكون ناشئة ولا تروية من قوس الأبهر، وممكن تعمل هاي الحلقة صرير حنجري تنكشف بعدين بالتنظير الحنجري، أو تكون هي هي عملة حلقة وعائية حول المجرى التنفسي، خاصة ممكن تحت حبلين صوتيين أو على مستوى الرغامة. طيب كيف نؤكد التشخيص إذا ترين حنجرة مثلا؟ حكيم، هلا يمكن انه الحاله بتزيد سوءا لما الطفل يعني بينام على صدره وضعيه الكب يعني البطني، انه بتزيد الحاله سوءا بهالحاله. نعم على البرون بوزيشن. نعم ممكن نعمل مثلا تنظير حنجري ونشوف كيف الحبلين الصوتيين، او تنظير قصبي. طيب هو بالعكس بيزداد الحاله سوءا بالاضطجاع الظهري و بتخف لما الطفل يعني بينام على بطنه. ممتاز. إذن ممتاز ممتاز. إذن برون بوزيشن اللي مقصود إنه هو الاضطجاع البطني بتخف الحالة والاضطجاع الظهري بتزيد. إذن معناته محمد most likely have stridor due to laryngomalacia، فعلًا تلين الحنجرة. This means that the laryngeal cartilage is soft and flabby. معناته الغضروف الحنجري هو طري وممكن قابل للطي يعني أو رهو. تمام زملاء. Abnormal epiglottis and or arytenoid cartilage. The larynx collapse and narrows during inspiration. يعني الحبلين الصوتيين الحنجرة أثناء الشهيق عم أربع بعضهم بيعطي هذا الصوت. When there is a negative intrathoracic pressure. يعني لما يكون في عندك ضغط سلبي داخل الصدر. Resulting in inspiratory stridor, it's usually a benign condition with noisy breathing, but no major problems with feeding or significant respiratory distress. Most cases resolve spontaneously within a year as the larynx grows and the cartilaginous larynx stiffen. يعني شغلة كتير بسيطة، هو عبارة عن تلين بالحبلين، تلين بالحنجرة بشكل عام. ما بتتداخل مع التنفس ولا بتتداخل مع الرضاعة، بتطيب لحالها بعمر السنة. لما بتصير الغضاريف أقسى شوي وما بقى تعمل هذا النوع من أنواع الرخوة. The reason Muhammad now has respiratory distress is that he has an intercurrent viral respiratory tract infection. يعني صار عنده انتان تنفسي علوي، ممكن بفيروس الانفلونزا أو البارا انفلونزا، أو ممكن مثلاً بعد حالات البسيطة جدا اللي بتصير بالار اس في مثلا. A very important diagnosis to be considered is hemangioma in upper airway. لذلك نحن حطينا عليها هايلايت انه hemangioma اذا شفتها ممكن تبحث عنها بالطرق التنفسية العلوية. The majority of hemangiomas are single cutaneous lesions, but they can also occur at other sites and the upper airway is one position where they can enlarge within potentially life-threatening consequences. عادة بتكون الهيمانجيوماز الأورام الدمعية يعني أقصد فيها معزولة على مستوى الجلد، هذا هو الغالب. لكن أحياناً ممكن تتوضع بمناطق تانية ومنها بالطرق التنفسية، ممكن تسد من الطرق التنفسية وتكون مهددة للحياة. The presence of one hemangioma increases the likelihood of a second one. Muhammad should be referred for assessment by an ENT surgeon. إن وجود ورم وعائي واحد بيزيد احتمالية وجود ورم وعائي ثاني، لازم نبعته على جراح الأذنية مشان يشوف لنا إذا في عنده شغلات ثانية موجودة ضمن الطرق التنفسية. أنا عم بنتقل بالشوي شوي تباعا لتحت. هل عم بنتقل معكم السلايدات؟ أي حكيم نظامي. هلا السلايد هو على التشخيص التفريقي. شكرا دكتور.
There are many other possible congenital causes of stridor that affect the structure of function of the upper airway. Infectious causes of stridor, such as croup and epiglottitis, are very rare in this age group. الكروب رسالة مزمار. الكروب هو عبارة أنه شغلة بتبيض وجه الطبيب، يعني هي عبارة عن شغلة بتصيب الولد عند الفجر أو ساعة واحدة اثنتين ثلاثة بالليل، الولد بصير يعني سعال نباحي، هذا هو صوت الصرير الشهيقي. الكروب بسبب غالبا فيروسي سليم، هو عبارة عن التهاب الحنجرة والرغامة والقصبات. كروب هو شغلة معروفة في طب الأطفال وشائعة، وهي الشغلة بتصير بأعمار مثلا سنة سنتين ثلاثة، ممكن هي شغلة سليمة لا تترافق مع العاب، ما بيرول الولد من تمه، لا تترافق مع ترفع حروري، لا تترافق مع حرارة، لا تترافق مع حالة انسمامية. أما هدول الأربعة بيترافقوا مع إبيجلوتايتس اللي هو التهاب لسان مزمار. لسان مزمار حالة انسمامية، حالة شديدة جدا، حالة إسعافية، حالة تتطلب التنبيب الرغامي مباشرة بدون ما تستنى دقيقة، حالة تتطلب القبول في العناية المشددة مباشرة، حالة فيها إلعاب غزير، حالة فيها انقطاع نفس، حالة فيها انخفاض بإشباع بالأكسجين، غالبا يكون الإشباع 80ات 85 80 85 نادر ما يوصل 90، حالة يكون فيها حرارة شديدة، حالة انسمامية، حالة صعبة كتير، تفتح خط وريدي أول وخط وريدي تاني، بتبلش بالأي بي سي مباشرة، بتنبب، بترفي الولد، بتعطيه ممكن بروبوفول، تعطيه ميدازولام طبعا بوجود طبيب تخدير أو طبيب استشاري اختصاصي أطفال، بتنبب الولد، بتفتح خط أي بي سي بريدينج، بتأمن الأمبوباك، بتأمن السيركوليشن، تفتح خطين وريديات، تحط الولد بالعناية المشددة مباشرة. لأن إذا ما نببته هلأ وجيت حطيت خافض لسان على جوات لسان الولد جوات تمه، فكون لسان مزمار متوذم جدا ومحتقن جدا ومتضخم، وممكن يسد المجرى الهوائي، يموت الولد بين ايديك، ما بحسن تنببه، صار بده شو خزع رغامه. خزع رغامه ممكن ما تنجح فيه، يعني انت معك هون نص دقيقه دقيقه بدك تعمل خزع للرغامه اسعافي بادخال ابره، والا بروح الولد خلاص. فانت شو بتعمل قبل ما يصير هالشيء؟ ما بتحط كونترا انديكيشن، ممنوع تحط خافض لسان بتم الولد هو عنده هاي الحاله الانسماميه. اما حاله الكروب بيجي الولد بيقول لك دكتور ما كان فيه شيء، فجاه الولد بالليل فاق عم يسعل، بس ما في حراره يا دكتور، ما هو ازرق، لسانه وردي زهري، الولد كويس، ما عنده زله، ما عنده تنفس صعب، ما عنده زله تنفسيه، ما عنده صعوبه تنفس، ما عنده ضيق تنفس، ما عنده سحب بين اضلاع، ما عنده سحب فوق القص، ما عنده سحب تحت القص، الولد مو واهد دورانيا، الولد مو انكونشسنس، الولد مو عم خلص ذهنيا، الولد مو لثرجي تعبان، لا الولد كويس. الكروب ليش بيبيض الوجه؟ الكروب علاجه هو بتحط الولد ارزاز ادرينالين، هو طبعا العلمي رازميك ابنفرين، رازميك ابنفرين ما في غير بامريكا، حتى باوروبا ما في مثلا. فشو بتعمل انت؟ بتاخذ انبوبه الادرينالين بتكسرها، بتسحب منها 1 سنتي، هي كلها 1 سنتي، 1 مللتر يعني مقصود سنتي بالعاميه، سنتيمتر مكعب، بتحط معها 5 مللي سيروم ملحي، بصير معك شقاد 6 مللي، يعني 6 سناطي، تاخذ سنتيين تعمل فيه الارزاز، بعد 20 دقيقه بتاخذ سنتيين بتعمل فيه الارزاز، بعد 20 دقيقه بتاخذ سنتيين بتعمل فيه الارزاز. يتحسن ولد خلال ساعه تحسن دراماتيكي، بطيب، ما بقى ينبح ولا يسعل ابدا. يعني بقول لك الاهل الدكتور كانوا جبناه بين قوسين عبموت، حسبوه عبموت، صار كويس، معناته الامور كثير كويسه. الله يعطيك العافيه دكتور. طبعا هون اذا ما تحسن خلال اول جلسه جلستين ممكن تعطيه عضلي دكساميتازون 0.6 ملي جرام على كيلو جرعه وحيده، او ممكن تعطيه وريدي اذا فتحت خط وريدي، لا تعطيه فامول، يعني افضل ممكن تعطيه لكن افضل عشان الحاله ممكن يصير في تشرد الولد يزيد الطين بله. اما بيجولوتايتس اللي هو اللي التهاب لسان المزمار الحاله الشديده جدا اللي هي ريد، هي عباره العلاج هو القبول في العنايه المشدده، الحفاظ على الاي بي سي دي اي، تبدا فورا بالصادات الحيويه واسعه الطيف، ممكن تبدا بالسيفوتاكسيم 200 ملي جرام على الكيلو تقسيم 3، ممكن تعطي جرعه كبيره اول مره، وايضا ممكن تحط معه فيكومايسين او كليندامايسين حسب الحاله الانسماميه، وتبلش بالسوائل وتعمل تشيك للشوجر، تعمل ار بي اس اللي رابد بلاد شوجر ديتكشن، شوف شد السكر، ممكن سكر نزل تعوضه،
وتحط الولد على الاكسجين بالمنفسه طبعا، وبعدين ببلش باجراءات اللاحقه. المهم اول شيء تفرق بين الحالتين، هي هيك وهي هيك. طيب نرجع لديفرنشال دايجنوسيس بحالتنا اوف سترايدر ان ان انفنت، لارنجو ماليشيا، تليم حنجره، لارنجال سيست، هيمانجيوما اور ويب. الويب هو قلتوا فيه حضرتكم العنش الحنجري، برافو، او ورم وعائي او كيسه حنجريه. لارنجال ستينوسس، التضيق الحنجري، فوكال كارد باراليسيس او باراليسيس، شل الحبل الصوتي، فاسكولار رينج اللي هي الحلقه الوعائيه، جاسترو ازفيجال ريفلكس، القلس المريئي المعدي او المعدي المريئي عفوا، بيطلع محتويات حمض كلور الماء والمعده لفوق وبيعملوا تشنج حنجري وبيعملوا صرير، هايبوكاليميا او هايبوكالسيميا، سوري هايبوكالسيميا اللي هو بصير تكزز للحنجره، لما بكون في عندك ايش يا جماعه، بكون في عندك نقص كالسيوم الدم، ريسبيراتوري بابيلوماتوسيس يعني حليمات ممكن تكون منتشره في الجهاز التنفسي، سبجلوتيك ستينوسيس التضيق تحت المزماري، يمكن يكون ايمتى نشوف تضيق تحت مزماري، مين بيعطينا هيك رايه؟ التنبيب لفترات طويله، احسنتم، التنبيب لفترات طويله والوضع على المنفسه، نعم، مشان هيك بعد 14 يوم من الجهاز التنفس الصناعي على المنفسه بالتيوب يستطب اجراء الخزع الرغامي. طيب زملاء، the diagnosis of the laryngomalacia can be confirmed by visualization of larynx using flexible laryngoscopy. إذا شو يا زملاء؟ التأكيد هو نعمل تنظير حنجري بالمنظار المرن. Flexible laryngoscopy. Flexible laryngoscopy. Flexible laryngoscopy. This can be done by the ENT surgeon as an outpatient procedure. يعني بيحسن بالعيادة يزبط يعني. This demonstrates prolapse over the airway of an omega-shaped epiglottis, epiglottis or Arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage. يعني أنه ممكن يكون في عندك يعني تدلي أو بعض الشغلات اللي لها علاقة مرتبطة شغلات لها علاقة بالغضروف الحنجرية. Congenital structure abnormalities may also be seen. ممكن تشوف أيضا اضطرابات خلقية. Lesions below the vocal cord may require bronchoscopy. إذا شاف دكتور الأذنية بعض الآفات تحت الحبل الصوتي بده تنظير قصبي. CT or MRI can be for diagnosis. Key points, النقاط الأساسية. The commonest cause of congenital stridor is laryngomalacia. أشيع سبب للصرير الخلقي تلين الحنجرة. Laryngomalacia can be exacerbated by intercurrent respiratory infections. يعني ممكن تتفاقم شدة الصرير الحنجري بالإنترنت التنفسية. الحالة الثانية لزملاء السنة الخامسة. A child with a noisy breathing, كمان تنفس مزعج, history. Ewa is a 4-year-old child who presents to the emergency department with a sudden onset of noisy breathing. فجأة تبهدل التنفس. صار مزعج, صار في غير مريح. She has had a runny nose, infarction, for 2 days, cough for 1 day, and developed noisy breathing 3 hours later, earlier. يعني infarction من يومين, سعلة من يوم واحد, وصار في عنده تنفس مزعج خلال آخر 3 ساعات. جابوه على الإسعاف. هذاك جابوه على العيادة العاجلة. Her mother feels that she is getting progressively more breathes. الأمعة بتقول إنه كتير الوضع التنفس مزعج يعني عم تتفاقم وضع النفس عنده يعني عم بيقطع نفسه. Her father had a cold the previous week. أبوه كان عنده رشح common cold يعني البرد الشائع أو قريب العادي. She is otherwise well but has troublesome eczema. يعني عنده مشكلة إكزيما. إكزيما مزعجة صار لها فترة منيحة تروح وتجي متكررة. She is treated with emollients and steroid creams. عطوها شوية مرطبات للبشرة وعطوها كمان شوية كورتيزونات.
كريم يعني بس. Her mother states that she is allergic. الأم قالت أنها الطفلة حساسة أو تتحسس على البينوتس. بينوتس يعني مثلا مثل الفستق، شغلات هذول اللي علاقة بالمكسرات يعني. As they lead to a deterioration of eczema within 1 to 2 hours. بس أخذت من هذول البينوتس، فول السوداني مثلا أو يعني فستق المسمين عبيد، خلال ساعة ساعتين بصير عندها إكزيما. She avoids peanuts and all types of nuts. كل أنواع هي المكسرات تتجنبها. She is fully immunized. هي مرقحة مطعمة بشكل كامل. Her 8-year-old sister has asthma. أختها اللي عمرها 8 سنين عندها إيش؟ هذا family history. عندها ربو. Examination. Her oxygenation 96% بهواء الغرفة. الحرارة 38 يعني 38 على الحد، ما كتير سخنانة يعني. نحن بالعادة 38.3 بس أحيانا بعض مرة جبت 38 بلشت حرارة. يعني هي low grade fever، درجة حرارة منخفضة. There is loud noisy breathing، يوجد صوت مرتفع بالتنفس مزعج. Mainly on aspiration، خاصة إيش الشهيق. It was respiratory rate 52. إذا 52 يشد عمرها 4 سنين، معناته إيش؟ في fast breathing، معناته نفسها متسرع، صحيح يا زملاء؟ 52 هون لازم نفسها تحت 30. With supracostal and intercostal recession، يعني عندها سحب فوق القص وتحت الأضلاع. On auscultation، لما عملت أنت بالسماعة بتصغي الصدر، there are no crackles or wheezes، ما في عندها خراخر ولا وزيز. There are no other signs. ما في عندها مشاكل تاني. Question: What's the most likely diagnosis? What's the differential diagnosis? How to treat? يلا تفضلوا زملاء السنة الخامسة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا دكتور، تفضل. بما أنه في قصة ربو، يعني ممكن أنه حالة ربو متقدمة. في مثلا التهاب تنفس، مثلا التهابات، صارت الحالة حادة. هلا هي الطفلة عندها اكزيما سابقا، ما عندها ربو، اختي عندها ربو. ايه، بما انه في قصة ربو انه بالعائلة، ممكن تكون حالة ربو حادة، ممكن هجمة ربو حادة. بس تعرف حضرتك بالربو الدكتور بشوف نسمع وزيز، هو ما في وزيز، ايش رأيك؟ هلا بالحاله المتقدمه بالربو بتخفض الاطباق التنفسيه هيك. نعم، يعني صدر صامت، صح؟ اي صدر صامت، يعني حاله متقدمه من الربو. نعم، بالسيفير كيس هي اكسش تشوف 96 ونفس 52 نفس بالدقيقه، يعني معناته ممكن تكون فعلا مثل ما قلت حضرتك حاله شوي متقدمه، صح؟ دكتور بعد إذنك رجعنا الصفحة الأولى. يلا دكتور، بنشوف التهاب القصبة التحسسي. ممكن أحسن دكتور. وأيضا حكيم، هلق بما أنه بدأت بشكل مفاجئ فغالباً يعني الموضوع تحسسي. نعم، بس شوف دكتور، يعني هل في قصة مثلاً حدا بالعيلة مرضان غير الربو أختها؟ دكتور ممكن يكون خانوق باعتبار الأب مريض وفي عندنا صوت بالشهيق وما في ارتفاع. نعم. حرارة، فالعرض تتماشى معه باعتبار الوالد أو والدها مريض. ايش هو الخانوق يعني؟ الكروب او كروب. ايوه برافو كروب. اذا هي ممكن يكون في عندها كروب دكتور، صح؟ اي ممكن، يعني الاعراض تتماشى باعتبار تو ذكرنا التفرقه بينه وبين التهاب لسان المسمار، فما كان في ارتفاع حراره وفي صوت بالشهيق. نعم، احسن دكتور. اذا كيف تشخيص تفريقي؟ مين بيذكرنا من الزملاء؟
من الكروب اللي هو التهاب الحنجره والرغامه والقصبات، ايضا استنشاق جسم اجنبي صح زملاء، بيعمل كمان صرير وتعب وحراره ما كثير، وممكن تحسس انافيلاكسيس صح، ممكن كمان مثلا التهاب انافيلاكسيس خراج خلف البلعوم، شو رايكم؟ او التهاب الرغامه البكتيري، ممكن التهاب لسان المزمار. شكرا زملاء، مزبوط. طيب كيف نعالج حاله الكروب؟ قبل شوي ذكرناها صح، ناخذ الادرينالين سيروم ملحي خلال ساعه، هود 6 سم بيعمله، نعطين خلال ساعه. طيب برافو زملاء، اذا احسنتم. اذا مثل ما قال الدكتور برافو، نحن التشخيص التفريقي هو وهاد هاي جرين لارينجو، مزبوط، لارينجو تريكو برونكايتس، لارينجو تريكو برونكايتس اللي هو معروف عنه مختصر الكروب صح يا زملاء، اللي هو الكروب. اذا ايوا هاز سترايدر which is an inspiratory sound secondary to narrowing of the upper way in contrast with is an expiratory sound caused by narrowing the lower airways. الوزيز بيكون بالزفير وهو تشنج للطرق السفليه وليس الطرق العلويه، مزبوط زملاء. The effort required to shift air through the narrowed airway has resulted tachypnea and recession. عشان هيك تسرع نفسها وصار في عندها سحب. يعني تمام يا زملاء، مثل ما قلنا. The upper airway of the child with the strider should not be examined and the child should not be upset by performing painful procedures such as blood test as there is a small risk that this may lead to deterioration. A partially obstructed airway can progress to complete obstruction and respiratory arrest. إذا هون في شغلة كمان لازم نضيفها زملاء الأعزاء، انه مو بس انه نتجنب ادخال خفض اللسان، وانما نتجنب حتى نسحب تحليل ولا نبكي الطفل ولا الطفله مشان ما يصير ستريس وتنسد الطرق التنفسيه. تشخيص التفريقي مثل ما ذكرتوا، استنشاق جسم اجنبي، الصدمه التأقيه انافيلاكسيس، ابيجلوتايتس. اما الاسباب النادره فهي التهاب الرغامه البكتيري وهو خطير جدا ومعند على العلاج بشكل عام. اللي بيقولوا التايتس والتهاب الرغامة البكتيري ممكن يكون طفل غير ملقح، خاصة بمسبب الهيموفيلس انفلونزا تايب بي. سيفير تنزيلايتس، التهاب اللسان، التهاب اللوزات الشديد with very large tonsils، يكون كتير كبار مسكرات، هذا اسمه التهاب اللوزات ضخامي التهابي شديد درجة رابعة، بسد مجرى التنفس. الولد ايش بصير؟ ايش بصير؟ بوقف نفسه أثناء الليل أثناء النوم. Inhalation of hot gases، حريق ما سمح الله. ريتروفارينجيال ابسس، خراج خلف البلعوم، كمان متشخص تفريقيه اللي بتعمل صرير حنجري. كروب تيبيكالي اكوز ان تشيلدرن 6 مانس تو 5 ييرز اولد، اتس كاركترايزد باي ان ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن ذات از فولود باي باركينج تايب كف، سعال نباحي، هورس فويس، صوت خشن كتير، سترايدر اند لو جريد فيفر. هذا هو لو جريد فيفر اللي هي درجه حراره الخفيفة. كروب is almost commonly used by para influenza viruses. إذا شو السبب الأشياء para influenza virus. When foreign body is inhaled, there is usually a history of sudden coughing and or choking in a child who was previously well. There may a combined cyanosis. The foreign body is usually a food, peanut, but may be a small toy or other object. استنشاق الجسم الأجنبي ممكن هو يكون بشكل مفاجئ يترافق مع غصص، الولد ما كان فيه شيء أبدا ولا في حرارة وأبوه ما كان فيه شيء، يترافق كمان مع زرقة، وممكن يكون غالبا مثلا بليلة، ذرة، بعض المكسرات، فول سوداني صغير هيك. وعادة يكون استنشاق للقصب اليمين أشياء، فبصير في عنا وزيز وحاضي الجانب ومترافق مع نقص دخول الهواء لهذا الطرف. حالة إنا ليست حالة أنافلاكسيز تيبيكال، ما في قصة لكونتاكت مع يعني شيء أليرجي، ما هي أنها نهائياً ما بتاخذ فول سوداني أو زبدة فستق أو فستق هدول. There is a lack of other features that often accompany infection such as itchy, urticaria rash, facial swelling, vomiting, wheeze, or hypertension. هدول الحالات، هدول الشغلات اللي ممكن نشوفهم زملاء الأعزاء، يمكن الحكة، طفح الجلدي، تورم الوجه، تورم الشفاه، الإقياء، الوزيز أو انخفاض الضغط،
تكون موجودة مع الأنافيلاكسيز اللي هو الصدمة التأبية. التهاب لسان المزمار قلت لكم very unlikely، ممكن كتير صعب نلاقي هون، السبب انه هي غالبا لقاح هيموفيلس انفلونزا تايب بي اخذته، هي fully immunized. Initial management deals with ABC was oxygen saturation was low. High flow 100% oxygen would be needed elevated. لازم ترفع الاكسجين فوق 95%، تحط لها اكسجين. The first step treatment is oral dexamethasone. ممكن هون نعطيها oral dexamethasone. بعد ما رجع بتقول لا، ممكن نعطيها عضلي. Less frequently used and more expensive. Alternative nebulizing bezonide. ممكن نعمل لها ارزاز كورتيزون بزونايد. If 2 to 3 hours later it has improved significantly. The oxygen saturation remained more 95. إذا تحسنت بعد ساعتين ثلاثة وصار أكسجين أكثر 95%. She should be discharged with clearly safety, letting advice and follow-up plan. In some cases, further dose of steroid can be administered بعد 12-24 ساعة. إذا تحسنت أكسجين تبقى 95 مخرجة على البيت، ممكن أعطيها جرعة تانية بعد 12 ساعة و24 ساعة. إذا تدهورت حالتها، ممكن نعمل then nebulized adrenaline could be administered. If adrenaline is required, then senior help and anesthetist should be summoned urgently. هون أنا قلت لكم بالنسبة للأدرينالين غالبا يكون هو طبيب الأطفال المختص هو اللي بيوصفه بالنسبة للأدرينالين، لكن في عنا هون شغلة حبيت كمان أنبه لها، لا تعمل أرزاز أدرينالين خارج المشفى أو خارج مركز طبي أبدا، نصيحة. شفت إحدى الحالات أنه أخذوا الأدرينالين وحاطوه حقن عضلي، فصار ارتفاع توتر شرياني شديد وصل 20 مع تشنج الوعائي شديد، قد أدى إلى نقص أكسجين وزرقة مركزية، لكن الله سبحانه وتعالى لطف في تلك الحالة. If there is a further deterioration, increasing tachypnea, recession, exhausting، إذا تعبت كتير أو صار في عندها سحب أكثر وصار في عندها زيادة بسرعة النفس أكثر من 52 اللي كانوا عندها، بدنا ننببها، نحطها على جهاز تنفس صناعي حتى نحافظ على طرق تنفسية. إذن intubation and ventilation are required to secure the airway and prevent hypoxia. It's sequela, يعني مشكلة كتير كبيرة. If intubation is unsuccessful, ENT surgeon will require perform emergency tracheostomy. ما مشي الحال بدها خزع رغوة مباشرة، ما بتستنى عليه. العلامات الأساسية بالحالة: stridor is due to upper airway obstruction. The upper airway of a child with stridor should not be examined as this may precipitate total obstruction. ممكن هذا يحرض الانسداد الكامل للطرق التنفسية. Laryngeal tracheobronchitis is the commonest cause of acute stridor. أشيع سبب للصرير الحاد هو الكروب، التهاب الرغامة أو الحنجرة والرغامة والقصبات. تمام زملاء؟ هدول حالتين كتير هامات وهن حالات شائعة هلأ نحن بهذا الفصل بنشوفهم بشكل كتير كبير. اليوم مثلاً أنا شايف تقريباً من أول حالة تقريباً ما يقارب 20 حالة. كروب شايف حالتين اليوم، بس اليوم، وأياماً بيجيك بالمناوبة لسه أكثر من هيك. شكراً جميعاً لجميع الزملاء على إصغائهم، نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حد عنده سؤال قبل ما نخلص؟ إذا تبعتنا الملف دكتور، تكرم عيونك، تفضل دكتور. الله يكرمك. نو بالنسبة للخط الأول بالعلاج نعتمد إنه الديكساميتازون ولا الأدرينالين؟ نعم نعتمد بالحالة مثل الحالة، نعتمد بالنسبة للطب العام حضرتكم نعتمد البيتزونايد، يعني ديكساميتازون بيتزونايد. لكن حتى أكون صريح معكم، الممارسة السريرية بيتزونايد أرزاز ما بفيد كتير بالكروب. تمام زملاء؟ حدا عنده سؤال كمان؟ حدا له سؤال قبل ما اخلص؟ اذا ما حدا له سؤال خلاص من استودعكم الله سبحانه وتعالى.
يعني حكيم عفوا إذا أعطينا صاد بالجروب نعم بيأثر شيء؟ يعني إذا أعطينا أدرينالين وأعطينا صاد يعني سيفترياكسون أو صاد يعني دكتور إذا الحالة عامة جيدة الولد مو توكسيك ما عنده حرارة نصيحة لا تعطيه سيفترياكسون، ممكن لا سمح الله يصير عنده أنافلاكسيز يتحسس يكون بشيء يصير بشيء. هي حالة سهلة ساعتين ثلاثة بروح ورد على البيت ما بده شيء لا تعطي. ليش لا تعطي صاد؟ ما عنده علامات جرثومية. لا تخاف. شكرا جزيلا سؤال كتير حلو. حدا له سؤال كمان زملاء؟ إذا حدا له سؤال يرفع إيده. طيب معناته ما حدا له سؤال. إذا عندكم سؤال ممكن هون ما يعني ما تذكرت السؤال أو خطر على بالكم سؤال بعدين ممكن كنت تسألوا بالمجموعة تكرموا. معناته ما في سؤال. يلا السلام عليكم. نلتقي الخميس الجاي إن شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يعافيك. وعليكم السلام.